بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا آي إي بي. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا جماعة الخير. وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو، الضغط على زر الاشتراك في منتهى الأهمية، والضغط على زرار اللايك مهم جدا معانا، وعشان طبعا يوصلك منا فيديوهاتنا أول بأول. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلده يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت. عاوزين نوصل أكتر من 300 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر. انتوا رجالة وطنيين وبتحبوا بلدكم وقدها، وهتكتبوا تحيا مصر في التعليقات دلوقتي. تعالوا نشوف العناوين المهمة جدا معانا وعاجل ننشر لكم. الاشتباكات العنيفة، وخبر محزن جدا عن تفاصيل استشهاد ضباط شرطة، وعاجل الحكومة المصرية وتحذير شديد من اقتراب كارثة، وبيان هام لكل المواطنين. وننشر لكم تقريرا خطيرا عن التفوق المصري على تركيا في هذه الأمور. دي كانت العناوين معانا النهاردة. تعالوا نشوف تفاصيل الأخبار وتفاصيل أول خبر معانا. عاجل ننشر لكم الاشتباكات العنيفة، وخبر محزن جدا عن تفاصيل استشهاد ضباط شرطة. قالت مصادر مصرية أمس الأربعاء إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرقة. وأكد مصدر أمني مصري أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من داخل السجن صباح أمس الأربعاء، وتم التصدي لهم أسفر عن مقتل ضابطين وشرطي وأربعة سجناء، وهم السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد ومديح رمضان حسن علاء الدين. وقالت المصادر إن المتهمين الأربعة، يعني السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد ومديح رمضان حسن علاء الدين، أكدت المصادر أن المتهم حسن زكريا هو الذي قام بذبح طبيب الساحل داخل عيادته وينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. إما المتهمين الآخرين وهم السيد عطا محمد مرسي وشهرته أبو عمر ومديح رمضان حسن علاء الدين وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم، هم المتهمين في قضية أنصار الشريعة وتم الحكم عليهم بالإعدام عام 2018. تعالوا ننشر لحضراتكم يعني الصور الأولى لعقيد الشرطة المصري الذي استشهد أثناء منع محاولة هروب 4 سجناء. نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى للعقيد عمر عبد المنعم أحد الضباط الذين استشهدوا أثناء محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام من الهرب. وأسفرت محاولة هروب السجناء عن مقتلهم واستشهاد ضابطين وفرد شرطة. المصدر كان من وسائل إعلام مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل والمؤلم للأسف، وربنا يا رب يجعل ضباط الشرطة اللي استشهدوا يعني في الجنة، لأنهم طبعا نعتبرهم من الشهداء. وطبعا زي ما حضراتكم سمعتوا إن المحكوم عليهم بالإعدام دول تبع داعش وأنصار بيت المقدس، يعني جماعات، يعني أشخاص جايين من جماعات إرهابية، فيعني أشخاص عقلهم بايظ تماما. فربنا يا رب يرحم العقيد اللي استشهد، عقيد الشرطة عمرو عبد المنعم، ربنا يجعله من أهل الجنة يا رب. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا، وتحذير مصري عاجل. مصر تحذر المواطنين. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر العاجل والمهم جدا معانا. قامت مدينة ومركز القناطر الخيرية في القليوبية بمصر بإرسال تحذيرات عاجلة للمواطنين منتفعي أراضي طرح النهر بسبب الفيضان، وطالبت بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات أو أغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي، حرصا على الأرواح والممتلكات. يرافقه أحمد أبو الحسن مدير إدارة الأملاك بالقناطر الخيرية. وفي مدينة بنها أهاب علي عبد الستار رئيس المدينة بالتنسيق مع شرطة المسطحات
المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر واتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات أو أغراض خاصة بهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبا من ارتفاع منسوب المياه. وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أجرى جولة لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتملة وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لا قدر الله. وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه والاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول في فترة الشتاء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. مصدر كامل وسائل إعلام مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. احذروا يا من تعيشون على طرح نهر النيل والجزر الواقعة في نهر النيل، ربنا يسترها عليكم وإن شاء الله فترة الفيضان دي تعدي على خير. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمسؤول سابق في الحكومة. قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس حي مصر القديمة السابق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم آخر في نفس القضية. وجاء الحكم بعد اتهام المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته بتقاضي رشوة 1,000,000 جنيه من أصل مبلغ 2,000,000 جنيه مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لأحد المقاولين. وتضمنت التحقيقات أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة مقاولة أعمال هدم بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة يفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2,000,000 جنيه مقابل تنازلها عن مستخلصات مالية عليها قدرها 4,000,000 جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات. وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق بين المبلغة على المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه، فتم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات بينهما واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو 1,000,000 جنيه. وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهما لاستلام المبلغ المالي، وتمت عملية تسلم الأموال أسفل منزله بمدينة نصر في الوقت الذي قام فيه رجال هيئة الرقابة الإدارية بتصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات ليتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة. مصدر كان من وسائل إعلام مصري. تعالوا نشوف مع بعض خبر مهم جدا معانا، وننشر لكم تقارير خطيرة عن التفوق المصري على تركيا في هذه الأمور. وكشفت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية المتخصصة في شؤون المال والاقتصاد عالميا أن الصراع المصري التركي تخطى الدبلوماسية والسياسية. وأوضحت المؤسسة أن الاقتصاد المصري سجل تفوقا على نظيره التركي بشهادة المؤسسة الأمريكية الأسبوع الماضي، ولم يعد الاقتصاد التركي قادرا على مضاهاة الاقتصاد المصري وسط الانهيار المتواصل للليرة التركية الفترة الماضية. وكانت المؤسسة قد أكدت في تقاريرها الأخيرة الصادر يوم الأربعاء الماضي أن اقتصاد مصر لا يزال قويا راسخا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وفقا لما ذكرته صحيفة اندبندنت العربية. فيما أشار تقرير المؤسسة إلى أن تركيا لم تعد تنافس مصر دون الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية. وذكرت أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية
ساعدت على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما توقعت انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا، حيث تشكل السياحة 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي بمصر، وهو ما يجعلها القطاع الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن التعافي يعتمد أساسا على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لكورونا. وعن الجنيه المصري، ترى المؤسسة الأمريكية أن الجنيه سيظل قويا مع اتجاه تصاعدي في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحا أن ارتفاعه لن يشكل أي مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات. مصدر هنا من وكالات، والمصدر أيضا من جولدمان ساكس، وهي يعني مؤسسة أمريكية، مش من مصلحتها أنها تكون بتطبل لدولة مثلا زي مصر، هي مؤسسة أكيد حيادية جدا لأنها أمريكية. فهنا نرى التفوق الاقتصادي المصري بشكل واضح على نظيره التركي. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا أي بي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.